بس السنه الاولى عملتوا انجاز حلو قوي. السنه الاولى كنا الحمد لله وصلتوا وصلنا للنهائي افريقيا. والنهائي كنا كسبانين، كنا خسرين 4-2 هنا، وهنا اتغلبتوا 2-1. اتغلبت بس انا عايز مشوار البطوله. مشوار البطوله، مشوار البطوله احنا لعبنا لعبنا الهلال السوداني في البدايه، وبعدين رحنا لعبنا في 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 رينج في اثيوبيا ابلويا بين الكيني في كينيا او جورماهيا الكيني واخد بالك، ولعبنا في اكسبريس اوغندا. مواقف، المواقف الحلوه ايه اللي ما تنساش في بطوله افريقيا؟ ودي كانت اول سنه بقى تسافر افريقيا، وفي سفر والسفر مش سهل، صعبه جدا. وبعدين احنا على طول ترانزيت في اديس ابابا 15 20 ساعه لما نوصل البلد. احنا مواقف ايه بقى؟ مواقف فظيعه جدا طبعا. ما اعرفش، في لعيبه من عندنا تاهوا في نيروبي، نزلوا يتمشوا ما لقيناهمش، وقعدنا ندور عليهم. طبعا ما هناك بيتكلموا انجليزي في نيروبي، وللاسف الاثنين اللي مش موجودين ما بيعرفوش انجليزي ولا عربي. قعدنا نلف، قعدنا لغايه الفجر لحد ما لقيناهم. واخد بالك؟ دي بقى ال الصعب بقى ان احنا كنا بنلعب فرقه في المره الثانيه بقى. ما اعرفش فين، المهم عندهم الاوت، اول ما يجي اوت تلاقي الهيصه زي بنالتي على طول. الاوت بالنسبه لهم هجمه بنالتي. اللي بيحصل الاتي، العشر لعيبه بتوع الفرقه دي في ال 18، وكل واحد ماسك واحد من المحل. كل واحد ماسك واحد، والاوت يترمي طويل زي اللي بنشوفهم دلوقتي. يترمي من الاوت ل 18 وما تشوفش، انت ما تشوفش حاجه. تك 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 هوب جول، لدرجه ان احنا حد من عندنا جاب في نفسه جول ولا جونين بالثلاثه. جه ثلاث اجوال بثلاث اوتات. والحكم عامل من بدنا، عامل من بدنا. والله ادي اصعب يوم في حياتنا ده. الماتش ده احنا كنا كسبانين 3-1 هنا. الماتش ده في الـ ده السيمي فاينال الثاني سنه. وكسبونا 3-0 بثلاث اوتات هنا. اصعب يوم ده. بس عايز ارجع للمباراه النهائيه هنا في استاد غزل المحله. كرة الكونغولي، هو برضو انا هقول لك بصراحه يعني الدنيا كلها طلبت ان احنا نلعب في استاد القاهره. الماتش عشان 100,000. عايزين عدد اكبر. الدنيا كلها والصحفيين والدنيا كلها قال لك نلعب في ايه؟ في استاد القاهره، بالرغم ان هنا لو بيشيل 25,000 هنا بيشيل 50,000. طبعا بس غزل بس ايه بقى غير 100,000. عايزين عدد اكبر غير 100,000. وبعدين ال 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 الحكام الحكام برضو الحكام. احنا ما عندناش الخبره بتاعت ان احنا نتعامل مع كده يعني. انت لسه اول سنه في افريقيا. لكن يعني احنا نكسب 2-0، احنا ضيعنا اكتر من 20 جول في الشوط الاول. 20 جول ده في حتى في مباراه كرة الكونغولي. الكونغولي اللي انتوا وصلتوا، اللي خسرنا فيه 2-1. هناك 4-2 خسرت 4-2 خسرت 2-1. كنا عاوزين احنا نكسب 2-0. بقول لك ضيعوا عبد، ما لعبش الماتش ده عبد الرحيم وعمر وعلاشر، ضيعوا اكتر. كان في جريده فرنسيه كتبت قالت لاول مره في العالم نشوف فريق بيلعب نهائي وضيع هذا العدد المهول من الاهداف. اكتر من 20 جول. مش عاوزه تخش الكوره. فجاه دخل فينا، كان عبد الستار الجول في الماتش ده. دخل فينا جول وجبنا تعادل وجابوا جول، يعني باظت الليله يعني.